المنشور الاعلان الانستغرام اللي حاطينه بتخوثوا علينا فيه عشان يخسرنا من بروسيا مونشن بلا الاخ. ليش معلق تعليق طويل وانت بتضحك؟ اه جاوب. مش انا، مش انا، انا اصلا حسابي تهكر. واحد حيوان ابعت لي رابط على الواتساب راح هكر لي الفيسبوك. اصلا انا بطلت افتح سوشيال ميديا من ورا اللي عملتوه فينا. بكل بدخل على السوشيال ميديا بلاقي حالي بتبهدل. سبحان الله، يعني اللي هكر حسابك راح على هذا المنشور بالذات وعلق هذا التعليق. سبحان الله، اللي هكر حسابك برشلوني صح؟ يمكن مش برشلوني، انا بقول لك يمكن المدريد الحيوان هو اللي مهكر حسابي وراح علق هذا التعليق عشان تشوف انت وتيجي تبهدلنا انا. ماشي، حصدقك هاي المره ماشي، بس ما حدش يلومني، ما حدش يلومني. شو راح اسوي في بنفيكا اليوم؟ ماشي. نجحت الخطه، استفزيته فقرر ان يعاقب الجميع. هيك راح يعاقب بنفيكا. اولا راح يعاقب بنفيكا واحنا نقدر نضمن التاهل لانه مباراتنا مع هذا اللي راح نلعب ضده مش عارف مين هو، وبعديها مباراتنا مع بنفيكا بنجلد بنفيكا لانه حيدخل ميؤوس بعد النتيجه العريضه اللي راح يوكلها من بايرن ميونخ. اولا راح يوكل بجزء 15 12 20، حننزل احنا من ترند الثمانيه ويستلم بنفيكا. استعد بينا. انت عامل فولو لصاحبتي على الانستغرام؟ احا ليه، روح حسابي عن جد متهكر. متى صار هذا الحكي؟ انت اي واحد برش عليه شويه دهان املشل ترمي حالك عليه؟ لا لا، عن جد انك رخيصه. يا ابني اللي بتسويه بحالك حرام حرام. ليش تتعاطى مخدرات وقاعد بتدخن حشيش؟ عشان ايش؟ فيش اشي مستاهل بهالدنيا، نهايتك والقبر. انا ما بدي اخسرك. اخ يا حج اخ، احسن خليني اموت بدل ما انا عايش هيك عيشه. انا مانشستر يونايتد اوكل خمسه بشوط واحد، شوط واحد شوط واحد. ومن مين؟ من غريمي. لا يا حج، الموت ولا المذله، الموت كله من ورا ابن الكلب سولشاير، مدرب متخلف، عناصرنا كلياتها جاهزة ومعانا الأسطورة رونالدو. آخ يا حج يا، طب ما احنا أكلنا ثمانية في مباراة واحدة يا ابني وما عملت اللي أنت قاعد بتعمل. حشيش ما بصير يا ابني، ما بصير، خذ الدنيا ريلاكس. واللي قاهرني أكثر يما إنه بعد هالمباراة الإدارة صحصحت، ما صحصحت من الخسارات اللي قبل، لا صحصحت هسا بعد ليفربول صحصحت وقالت لسولشاير معك آخر فرصة، إذا بتخسر الله معك. آخ يما، طيب يما يعني خلص الأمور محلولة. ما هو هذا اللي قاهرني أكثر يما، لما قالوا له معك مباراة صار بايرن ميونخ، صار فريق لا يهزم ابن هالزراب سولشاير. عليك دنيا وآخر يا كلب يما. طب أنت يعني شو بدك أحسن من هيك؟ خلاص ما بديش أحسن من هيك. أنا بدي أحسن من هيك؟ لا ما بديش، بس اللي بدي إياه إنه مش بعد أربع مباريات فوز لسولشاير يروح يخسرنا في مباراة مهمة والإدارة تسكت تقول له معك كمان فرصة، يروح يفوز بعدين يخسر معك كمان فرصة. يا ما أنا بابا اسمع بابا بموت، ما حدش يحكي معاي. طب احمد ربك إنك بتفوز بأربعة وبتخسر بواحدة، مش زينا. يما أقوم أعمل لك كاسة مي رمية. يما شمالك شمالك، أنا مضغوط مضغوط متضايق نفسيا مش ممغوص. طب أروح على الدكان أشتري لك علبة سفن؟ هسا بقوم بسكر يما، بقوم بسكر. لا لا يما خلص خلص، لو لا تسكر ولا شيء، احنا ناقصنا تنجر ورا الشياطين. انسى. وقت تنهيفها الحجه، وقت تنهيفها، تمشي شارع الشياطين، دخيل الله. الله يرحم، الله يرحم ايام زمان لما كانت مباراتنا تصير مع ضد قادش، قادش كان المعلق عصام الشوالي او حفيظ دراجي، كان معلق مخضرم عشانها مباراة مهمة لبرشلونة، عشان عصام الشوالي حيعلق على أداء أسطوري وأداء رهيب من برشلونة. صار يحط لنا واحد أجنبي مستفرطينا. منيح ما حطوا يوسف سيف، لسه الأجنبي أهون. والله ماني عارف عاد أدعي لك تفوز ولا تخسر يا مانشستر يونايتد، محتار. أنا محتار أدعي لمانشستر يونايتد. تخيل دائما المفروض إني أتفائل إنه يفوز، هالمرة محتار، لأنه إذا فاز سولشاير باقي
واذا خسر مانشستر يونايتد ليس باقي، سوف يخسر في دوري ابطال اوروبا وسوف يتبهدل وسوف يحفل علينا البرشلونيه وعبسي وحاله نعالي عشان رونالدو معانا. ايش قرر؟ انا ادعي له الخير وادعي له انه يعني ادعي له يخسر ادعي له يفوز. حدا ربى درا اللي عمي عند العشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ادعي له يفوز. ايش قائم؟ الله بيني وبينك بطلت فارقه معاي، بطلت فارقه هو يفوز هو يخسر. لا والله فارقه بطلت فارقه يا عمي. حط لي فيها سم الهاري، بدي احشش بدي اموت بدي اسكر يا زلمه. احنا ناكل جول من اتلانتا. الله يوفقك يا سولشاير، الله يوفقك، الله يوفقك، الله لا يوفقك سولشاير، سولشاير ابن الكلب، سولشاير رونالدو، رونالدو الاسطوره يا زلمه. والله يا زلمه هذا كم عمره يا زلمه؟ انا الختيار هذا عمره 37 سنه وقاعد بيعمل هيك في دوري ابطال اوروبا يا زلمه. شكرا يا الله على هاي الهدية. يعني سولشاير يخيب سولشاير ابن الكلب يخرب ورونالدو يرجع. والله العظيم انك اسطورة يا رونالدو، شكرا لك. تبت شكلها مضروبة هاي مو زي هذيك خلتنا ننسى، هاي خلتنا نتذكر. الو سواح سولشاير، مين ممكن يجيب؟ زيدان احسن، زيدان مع رونالدو حيعملوا شغل. برشلونة لا، قربت تنتهي المباراة واحنا متعادلين مع دينامو كييف. احنا برشلونة ان شاء الله نفسها حينقطع ان شاء الله. ميسي الجديد الاسطوره المخضرمه، ولك وانك اسطوره ولك مزع. راسي بده يتفجر، خلص انتهت، حسبي الله فيك يا سولشاير. شكرا يا رونالدو، شكرا لك لانك قاعد بتحاول تنقذنا وطلعنا من شو اسمه. بس 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 جول 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 جول، والله جول جول، يخرب بيتك. انا اللي عمري 37 وكان انا احتفلت في الجول، تعبت احتفلت في الجول دموت. رونالدو ما هذا الانسان؟ قال ميسي من الفضاء والكو هذا اللي من الفضاء. فزنا الحمد لله، فزنا بشق الانفس، فزنا. شكرا برشلونة، شكرا فاتي على هذه المتعة الذي تقدموا لنا. اخ نفسي انقطع، نفسي كنا حنخسر. اتولى بايرن ميونخ، اتولى بايرن ميونخ، والله نفرطهم، خلينا نام احسن لي انا بلا بايرن ميونخ بلا نيل. رونالدو فوق انه اسطوره ساعدني بالاقلاع عن الحشيش. انا اقلعت عن الحشيش، شكرا لك. ما انا قلت لك مقلب بس ما صدقتني، ما انا لو معي مصاري بتصدقني. مقلب ولا مش مقلب يا معفن؟ انت هبل ولا شو اللي مقلب؟ على فكره رونالدو اللي حط لنا جول التعادل، ولا انت جاي قبل ما رونالدو يحط جول في طول الطريق وانت محمي لي اياها؟ رونالدو اللي جاب لنا التعادل يا متخلف. طيب يعني سولشاير مستمر بسبب رونالدو. ينعل امك يا رونالدو يا ناس يا اهل الديره، الحقوني مشان الله، الحقوني بالمصيبة اللي انا فيها. استر يا ستار، ايش فيه؟ اخوكم يعاني الاضرار. ايش فيه؟ الحمد لله انكم اجيتوا، اخوكم بورطة. شمالك يحكي، دعست حدا قتلته ولا ايش؟ يا ريت تحرشت في بنت واهلها ضربوك؟ ضربوك ولا لا؟ كله عشان اضربهم. يا ريت. شكلك سرقت حدا ومسكك؟ معاي فلوس الحمد لله، لو ايش بدي اسرق؟ لو ايش؟ شكله في حد عرف انك بتحب رهف بنت خالي امجد؟ نعم. فضحنا المتخرب.
الحقوني يا ناس الحقوني الحقوني. طب قول يا رجل ايش فيه عشان نساعدك. نجم الفريق الاول ليونيل ميسي مصاب، مش راح يلعب ضد لايبزيغ. عليك يا ابن الصرمة حيوان، ولك حسبي الله فيك وفي الظروف، ولك احنا بعنا رونالدو وبطل معانا نوكل، فلسنا رونالدو معناش مصاري، ولك احنا ديبالا مش قادرين نشتري له مكياج، وانت زعلان عشان ولك في مليان نجوم بالفريق، مليان نجوم بالفريق. يخرب بيتك يخرب بيتك. ما هو يا كابتن انا بهمي ليونيل ميسي نجم الفريق يكون موجود مع النجوم الثانية اللي معبي الفريق وعلى الدكة، لانه بهمني اجلد لايبزيغ بنتيجة كبيرة، لانه انا مش جايب كل هالنجوم عشان اقعد اتفرج، بدنا نجلد لايبزيغ بنتيجة كبيرة غصب عنهم وغصب عنكم. A few moments later. تعادل تعادلوا يا حبيب كل هالنجوم كل هالبني ادمين وتعادلوا مع فريق اسمه لايبزيغ. لايبزيغ يعني تم استخراجهم من الزق. انا حموت انا حموت، دفعت كل ملايين الدنيا وبالاخير اتعادل مع لايبزيغ بوجود كل هالنجوم. الحقوني يا ناس مصاري طارق، المفروض انا زي بايرن ميونخ كل واحد بيلعب ضدي ينجلد 10 و20. مع مين اتعاقد؟ مع مين اتعاقد؟ اجيب لكم الكابتن ماجد. تعال الو كابتن ماجد كم هيلب اس. قل لي عن جد قل لي. اسم الله عليك كابتن، شو مالك زي اللي ماكل كتله؟ احنا خلص انتهينا. احنا اطفال اياكس يجلدونا، اطفال اياكس يتصدروا علينا المجموعه، واحنا بالتساوي مع لشبونه 6 نقاط. احنا دورتموند العظيم اللي عنده هالاند الاسطوره يصير فيه فيه. احنا خلاص احنا تدمرنا. كابتن شوف، انا عارف شو حلكم. انتوا حاليا بتتدمروا، انتوا بازمه اقتصاديه، وانتوا محتاجين فلوس حتى تنعشكوا، والفلوس هاي عندي بس مش ببلاش طبعا. انتوا لازم تبيعونا هالاند لريال مدريد، وما تبيعوه لبايرن ميونخ، لان انا عارف بايرن ميونخ خلاص. ليش تبيعوا لبايرن ميونخ زي ليفاندوفسكي، وبالاخير ليفاندوفسكي يجلدكم وما يخليكم تحلموا في بطوله في الدوري، وتغلطوا نفس الغلط وتعملوا فيديوهات كان هنا وصار هناك وكيف جلد الصديق هو وكروس، تحط كروس لا هذا ماركوريوس وفيديوهات كل بايخه. ليش لا بيعوا لريال مدريد؟ بتبطل تشوف هالاند اصلا. بيعنا يا كابتن، رد علي. ها معقول؟ معقول احنا بحاجة للفلوس؟ معقول احنا نضحي في... صح كلامك منطقي. كم تشتري هالاند؟ 100 مليون كاش. موافقين؟ انا بدفع 400 مليون كاش. استنى شوي، انت استنى. 400 مليون؟ موافقين؟ واضح انا على شوفت النفس يمسك من الميدان لابوه. بس بدك تصبر علي شوي لبين ما اقبض الجمعيه.